يواصل سعر بيع برميل النفط تراجعه عالميا إلى أدنى مستوى وصل إلى 46 دولارا أمريكيا، تراجع أدى إلى هبوط في أسعار المحروقات في فلسطين، ما دفع بوزارة النقل والمواصلات لدراسة إمكانية تخفيض أجرة المواصلات الخارجية بين المدن، لكن الوزارة نفت اتخاذ قرار بذلك بعد. الوزارة لم تتخذ قرار بالتخفيض، الوزارة سوف تقوم بدراسة الموضوع مع شركائنا بحيث أنه هل يتطلب التخفيض أم لا، لأن السولر ليس هو العنصر الوحيد في التسعير، هناك في تكلفة تشغيلية للمركبة بشكل عام، بناء على هذه التكلفة التشغيلية والسولر هو عنصر واحد من عناصر كثيرة، بناء على هذه المعطيات إذا كان هناك في حاجة إلى التخفيض، إحنا كوزارة نقل المواصلات بالتعاون مع شركائنا وهم لجان السير ومع نقابة عمال النقل، إذا كان هناك في حاجة إلى التخفيض سوف نقوم بالتخفيض. الحديث عن إمكانية التخفيض هذه أثارت حفيظة السائقين وممثليهم الذين رفضوا التعاطي مع أي قرار مستقبلي يوجب تخفيض الأسعار، سيما أنهم يطالبون الحكومة بمزيد من التقليص على أسعار المحروقات. بنطالب الحكومة ووزارة المواصلات لما رفعت الأجار وهو 4.5 شيكل على المواصلات والركاب، برضو لازم تنظر للشوفير انه اليوم السولار 6.5 عالميا، وصل السولار والمحروقات 100 دولار 150 دولار اليوم، 50 دولار تنكة المحروقات برميل المحروقات، ليش ما ينزلونا زي الأردن؟ بالنسبة لنا كنقابة بنرفض تماما في هذا الوضع، لأنه الكلفة التشغيلية للمركبة هي أعلى بكثير من دخلها، وبالتالي احنا عايشين في خسائر، وصل لسبعة شيكل وعشرين أجورة، ما طلبناش برفع التسعيرة، طلبنا بتعويض السائقين بأمور أخرى بخصومات من المدفوعات اللي بدفعوا عندهم. بقول للوزارة لما طلعنا بمشاكلنا كسواقين ردوا علينا بجواب انه اخطاء الوزارات السابقه، وهلا يا سيدي العزيز بما انه اخطاء الوزارات السابقه وانتم موجودين واحنا تحملناها كسواقين وكمواطنين والوزاره ما تحملت، هلا نزول المحروقات لا يعني نزول تسعير الراكب. المواطنون وخاصه من يستخدمون المواصلات العامه ووسائل النقل كان لهم موقفا مغايرا، فقد دعوا إلى تخفيض أسعار المواصلات مقارنة بأسعار المحروقات. كل شيء في الحياة غالي، كل شيء في الحياة غالي يعني، والمواصلات يعني أنت يوم تحكي من بيت لحم لحد رام الله 20 شيكل مبلغ مش قليل، يعني مبلغ ما هو قليل. المفروض أنه برميل النفط نزل لأن نص السعر أو أكثر من النص نزل، المفروض بالمقابل تنزل عندنا تسعيرة كمان لأكثر من النص، بمعنى آخر يعني لما يكون لنفترض انه لتر البنزين كان بسبعة شيكل على سبيل المثال، المفروض يصير 3.5 او اقل من 3.5، هذا بحسبة بسيطة عند كل الناس. نزلت اسعار المحروقات طبعا لازم تنزل اجرة، مش لازم تضل ثابتة على سعرها، لازم يكون في ناس مسؤولة عن الموضوع هذا، لازم يكون في رقابة انها تنتبه للامور هاي. المحروقات تراجعت مؤخرا بما نسبته 15%، بينما يتوقع أن تواصل التراجع بما لا يقل عن 10% مع بداية الشهر المقبل في ضوء انهيار أسعار النفط عالميا. حمزة السليمي، تلفزيون وطن، مدينة رام الله.